الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من المستقبل. وفي العناوين: الجيش يشدد إجراءات في عرسال غداة العملية الانتحارية ضده، وطرابلس تنتظر تطبيق الخطة الأمنية. سليمان يقول لا خطوط حمر أمام الجيش، ويأسف لقرار البعض بمقاطعة طاولة الحوار. يا جماعة بتسللوا، الله أكبر الله أكبر. عمليات نوعية للجيش الحر في حلب توقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف كتائب الأسد. وفي النشرة تتابعون في الرياضة: الصفاء يهدر نقطتين في صراعه للاحتفاظ بلقب بطولة لبنان في كرة القدم. أهلا بكم. عشية الدعوة الرئاسية الموجهة لانعقاد طاولة الحوار، وفي ظل المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله بالأمس، رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أسفا لقرار البعض بعدم المشاركة. ورغم ذلك أكدت مصادر مطلعة للمستقبل أن الدعوة لاجتماع طاولة الحوار تبقى قائمة حتى الساعة، وأن التحضيرات اللوجستية اكتملت، خصوصا أن أي من الأطراف لم تقدم اعتذارا رسميا عن المشاركة، وعلما بأن كتلة وحدة الجبل برئاسة النائب طلال إرسلان انضمت إلى حزب الله وتيار المردة بإعلان المقاطعة، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى موقف القوات اللبنانية بهذا الخصوص والذي قد يعلن اليوم. هذا في السياسة. أما أمنيا فيبقى جرحى عرسال وطرابلس في مقدمة الاهتمام. ففي عرسال عزز الجيش اللبناني من انتشاره في البلدة غداة التفجير الانتحاري الذي أوقع 3 شهداء في صفوف الجيش. ومن هناك ينضم إلينا مراسلنا ربيع شنطف. ربيع أهلا بك. لو تضعنا في أجواء عرسال غداة التفجير الانتحاري الذي أوقع 3 شهداء. نعم، في الحقيقة ماهر، يعني تعيش بلدة عرسال تداعيات هذا الانفجار الإرهابي الذي وقع بالأمس. هناك الكثير من الأقاويل هنا في عرسال بأن قد يكون هذا الانفجار ناجم عن استهداف من الطيران السوري ببراميل. هذا ما سمعناه من كثير من المواطنين هنا، خصوصا وأنهم وقت الانفجار سمعوا طائرة هليكوبتر تحوم في تلك المنطقة، بحسب طبعا ما يقولون هنا. بالنسبة للجيش كما ذكرت، هناك اجراءات امنيه مشدده جدا في محيط بلده عرسال وايضا داخل بلده عرسال. طبعا نحن كصحفيين منعنا من التواجد في مكان الانفجار نظرا للاجراءات الامنيه والتحقيقات التي يجريها الجيش اللبناني والمستمره. طبعا اهالي عرسال استنكروا اشد الاستنكار سقوط 3 شهداء للجيش اللبناني وعدد من الجرحى، وهم اعلنوا ان غدا هو يوم اضراب عام، كل المدارس وكل الأمور هنا والمحال التجارية سوف تقفل طبعا حدادا على الشهداء. وأيضا هناك مبادرة من وفد من الأهالي سوف تكون بزيارة الجرحى من الجيش في مستشفيات بيروت. طبعا أنا أتواجد هنا كما يعني تلاحظ ربما خلفي، هناك الكثير من الخيام هنا. هذه أحد المخيمات في بلدة عرسال. هذه المخيمات لم تعد تتسع للنازحين السوريين، إذ أن هناك حوالي 200 عائلة قد وصلت بالأمس إلى هنا نتيجة قصف النظام السوري لبلدتي فليطة ورأس المعرة. طبعا هناك قصف شديد جدا للجيش السوري، جيش النظام السوري، ما أدى إلى توافد العائلات إلى هنا. وهناك مطالبات من قبل العائلات بضرورة إيجاد إيواء لهم، خصوصا وأن جميع الخيام باتت ممتلئة بالكامل. هم يطالبون بالنظر إليهم وبمساعدتهم طبعا إنسانيا. كنا أيضا قد تحدثنا إلى أهالي بلدة عرسال وأكدوا وقوفهم إلى جانب الجيش اللبناني، وأصدروا بيانا طبعا استنكروا فيه الاعتداءات على الجيش اللبناني، وهم طلبوه بضرورة التواجد أكثر فأكثر في بلدتهم وحفاظا على الأمن والاستقرار. على كل ماهر، يعني كنا قد تحدثنا كما ذكرت مع الأهالي وأيضا مع النازحين السوريين، وسوف نشاهد سوية آرائهم في هذا التقرير. هدوء حذر تعيشه بلدة عرسال البقاعية بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف حاجزا للجيش في وادي عطا في جرود البلدة، والذي أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وجرح 11 شخصا، نقلوا إلى مستشفى دار الأمل في بعلبك.
بلدية عرسال دانت في بيان التفجير الإرهابي الذي استهدف الجيش، وأكدت أن المؤسسة العسكرية تحمي عرسال وهي رمز الوطن وسيادة الدولة، وطالبت الأجهزة الأمنية بالكشف سريعا عن الفاعلين. أبناء عرسال أكدوا كذلك أنهم تحت سلطة القانون ويرفضون استهداف الجيش. نحن كلنا مع الجيش وضد استهداف الجيش، وعرسال وقت اللي فات الجيش مع أنه كان متواجد قبل هلأ الجيش ب 11 نقطة تقريبا بعرسال، ونحن لازلنا مع الجيش اللبناني وضد استهدافه. أول شيء نحن وقتها دخل الجيش اللبناني على عرسال كنا كثير فخورين، لأنه الجيش اللبناني أثبت للكل أنه عرسال بلدة لبنانية بتخضع للسلطة اللبنانية. هلأ نحن احتجاجا على اللي صار واستنكار للإيد الإرهابية اللي ضربت بالجيش رح بكرة نعمل إضراب عام بكل عرسال. الجيش اللبناني قطع الطريق المؤدية إلى مكان التفجير ومنع أيا كان من الاقتراب نظرا لخطورة الموقع. يشار إلى أن زينة العبوة التي تم تفجيرها تقدر بين 100 و150 كيلوغراما. في طرابلس اجتماع أمني تحضيرا للانتشار الأمني الكامل المرتقب وتحرك للمجتمع المدني تعزيزا لروح التفاؤل في المدينة. ومن هناك انضم إلينا مباشرة مراسلنا راشد فتفت. راشد أهلا بك، لو تضعنا في أجواء مدينة طرابلس غداة الخطة الأمنية المرتقب تفعيلها. نعم ماهر، لابد أن نبدأ أولا في اليوم الفرح الذي انطلق اليوم في مدينة طرابلس، حيث شهدت مهرجان ماراثون الدراجات الهوائية بحضور حشد كبير من منطقة مدينة طرابلس وتحديدا من قياداتها أيضا التي شهدت حركة اليوم فرح كما ذكرنا، حيث شارك ممثل رئيس الجمهورية واللواء أشرف ريفي وزير العدل ووزير طرابلس وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من نواب طرابلس بهذا اليوم. وفي هذه الأثناء تتواصل الاتصالات المكثفة بين القيادات الشمالية ومدينة طرابلس تحديدا والقيادات الأمنية بعد اليوم الأمني الذي انطلق يوم أمس بقيادة قوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس، حيث انتشرت الحواجز في مختلف مدينة طرابلس وتحديدا المناطق البعيدة عن خطوط التماس. واليوم زار المدير العام لقوى الأمن الداخلي مدينة طرابلس وعقد اجتماعا موسع مع كبار ضباط قوى الأمن الداخلي وأطلعهم على تفاصيل الخطة الأمنية التي ستنطلق بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني في الأيام القليلة القادمة. إضافة إلى ذلك فقد شدد الجيش اللبناني إجراءاته في معظم الحواجز الثابتة التي يقيمها منذ فترة وتحديدا على المداخل الرئيسية لمدينة طرابلس، وأقام الحواجز الثابتة أيضا وفتش في هويات المواطنين. المزيد من التفاصيل عن الوضع الأمني نبحثه مع مدير سرية طرابلس العميد بسام الأيوبي. حضرة العميد، هل تضعنا في أجواء اللقاء الذي عقد في سراي طرابلس، وما هي التفاصيل التي اطلعتم عليها وما هي الخطة التي ستقومون بها؟ اليوم شرفنا المدير العام لقوى الأمن الداخلي بزيارة طرابلس وشجعنا على بل وأعطى توجيهاته لمساعدة الجيش اللبناني في حفظ الأمن والنظام بالبلد. اجتماعات متواصلة حضرة العميد، ما هي التفاصيل خاصة أنه شاهدنا الكثير من الإجراءات الأمنية لقوى الأمن الداخلي، وهل علمتم أن بعض قادة المحاور وبعض المطلوبين قد فروا من المدينة ارتباكا لهذه الخطة؟ بداية نحن عملنا كقوى أمن داخلي ما توقف من ناحية الانتشار والحواجز والدوريات. بالأمس زودنا المدير العام لقوى الأمن الداخلي بعدد كبير من عناصر القوى الأمن للمشاركة بتنفيذ الخطة الأمنية. هالشيء هذا زاد من عدد الحواجز والدوريات. الشيء اللي صار امبارح هو بالأساس موجود، بس العدد العناصر اللي زودنا فيهم المدير العام سمحت لنا أنه نكبر الانتشار ونزيد عدد الحواجز. حضرة العميد، هل علمتم متى تبدأ الخطة الأمنية لكي نطمئن المواطنين؟ نحن بانتظار التعليمات من المديرية بالتنسيق مع الجيش اللبناني. بعد لحد هلا ما في عنا معلومات عن تحديد عن ساعة الصفر يعني. حضرة العميد، هل تضع المواطنين الطرابلسيين تحديدا أو تطمن المواطنين اللبنانيين متى تبدأ الخطة وما هي الإجراءات؟ هل أنتم متفائلون؟ هلا الخطة الأمنية مبدئيا أنا شايفها كتير جدية، والدليل أنه في كتير مسؤولين عسكريين مشاركين بالأحداث تركوا البلد. هيك المعلومات اللي عنا إياها، هذا دليل انه في احساس بالجديه بالموضوع.
شكرا حضرة العميد. ماهر، لابد أن نشير إلى أن المعلومات التي تحدثت وأكدها العميد بسام الأيوبي أن بعض قادة المحاور وتحديدا في جبل محسن رفعت عيد وعلي قد أكدت بعض المعلومات الأمنية أنهم فروا من جبل محسن، المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. حالة من الترقب تعيشها مدينة طرابلس بانتظار تطبيق الخطة الأمنية في ظل انتشار كثيف لوحدات من قوى الأمن الداخلي التي انتشرت في مختلف شوارع المدينة باستثناء مناطق التوتر وأقامت حواجز للتفتيش. وتحضيرا للانتشار الأمني الكامل عقد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص اجتماعا مع كبار ضباط قوى الأمن في سرايا المدينة حيث تم التباحث في كيفية إنجاح الخطة الأمنية. نحن رفعنا نسبة الجهوزية بقيادة منطقة الشمال كلها سوا، عززنا قوى الأمن الداخلي بمنطقة الشمال بقوى إضافية، حطينا نوع من الخطة، ونحن بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني راح ننفذ الخطة الأمنية المرسومة تباعا، وإن شاء الله الأوضاع بتصير إلى أحسن. على خط موازن وبرعاية رئيس الجمهورية نظم في عاصمة الشمال ماراثون للدراجات الهوائية بمشاركة شخصيات سياسية وهيئات المجتمع المدني لنقل صورة إيجابية عن المدينة ولبث أجواء التفاؤل فيها. نحن اليوم سعداء بطرابلس، نبلش بحياتنا الطبيعية جدا بهالحدث الرياضي الكبير، لنقول لكل الناس أنه إرادة الحياة بطرابلس أقوى من إرادة الموت، والخطة إن شاء الله رح تنجح، عندها حظوظ عالية جدا، علينا نساهم بإنجاحها وإن شاء الله رح تنجح إذا الله راد. نحن جينا اليوم لأنه وجبنا أنه نكون بهالحدث الحضاري اللي عم يعطي الصورة الحقيقية تبع طرابلس. طرابلس ما بتخوف، وطرابلس مدينة السلام مثل ما قالت وفاء خوري، وأنا كثير مبسوطة اليوم أن يكون بهالمدينة. البعض ناطر ساعة انطلاق الخطة الأمنية، نحن ناطرين ساعة انطلاق البايكاتون ولحامل 11 كيلومتر. الجيش اللبناني شدد من إجراءاته على الحواجز الثابتة التي يقيمها على مداخل المدينة وفي أحيائها بالتزامن مع الحديث عن معلومات حول هروب المطلوبين بمذكرات توقيف من بينهم علي عيد ورفعت عيد وبعض قادة المحاور. رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أكد من جبيل أن الجيش اللبناني لا توضع أمامه خطوط حمر، مبديا أسفه لقرار بعض أركان هيئة الحوار بعدم المشاركة في اجتماع الهيئة غدا. ربط رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بعد الوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش تعزيز قدرة الجيش اللبناني وإعادة البندقية حصرا إليه بمناقشة موضوع الاستراتيجية الدفاعية، مؤكدا أن وطنا لديه جيش كالجيش اللبناني سينتصر، كما أن الإيمان سينتصر على التكفير والإلحاد، داعيا رجال الدين إلى تحريم ثقافة الموت في موازاة دور الدولة من أجل مكافحة الإرهاب. الرئيس سليمان كان يتحدث في مهرجان الأبجدية الشعري الأول في جبيل بحضور عدد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والأدبية والثقافية وفاعليات المنطقة. وتعزيز قدرة الجيش اللبناني وإعادة البندقية حصرا إلى قبضته مما يعزز هيبته وقدرته على اقتلاع الإرهاب من جذوره، جيش لا توضع أمامه خطوط حمر، فالتكفيري الذي يكفر الآخرين من البشر هو وحده الكافر. وفي موضوع انعقاد طاولة الحوار أسف الرئيس سليمان لعدم حضور بعض أركان الحوار من أجل استكمال البحث في بند الاستراتيجية الدفاعية. ينبغي علينا استكمال مناقشة الاستراتيجية الدفاعية انطلاقا من التصور الذي رفعناه إلى هيئة الحوار الوطني والذي يقين الأخطار والأطماع الإسرائيلية وشر العواصف المحيطة بنا، وإذ نأسف لقرار بعض أركان الهيئة بعدم الحضور فإننا نأمل في أن ينضموا في الجلسات اللاحقة إلى مركب الوحدة الوطنية. ودعا سليمان إلى معالجة الثغرات الدستورية التي تعوق عمل الدولة، مشددا على التمسك باللامركزية الإدارية وتحسين الدستور الذي أقر في الطائف. وفي الختام منح رئيس الجمهورية المجلس الثقافي لبلاد جبيل وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، كما تسلم من المجلس درعا تذكاريا تقديرا لعطاءاته. وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أكد أن الهجوم الإجرامي الإرهابي على حاجز الجيش في وادي عين عطا لا يثنين عن متابعة الخطة الأمنية من طرابلس مرورا ببيروت وصولا إلى مربع الموت في البقاع.
وأضاف المشنوق في بيان له إن الجيش سيستكمل مهامه بالتعاون والتلاحم مع قوى الأمن الداخلي بكل شجاعة وبسالة، وسيتم التصدي لكل العابثين بالأمن من أي جهة أو إلى أي طائفة انتموا، لأن الأمن للجميع. كذلك أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل التصميم على متابعة تنفيذ الخطة الأمنية مهما صادفت من صعوبات. وقال مقبل في بيان له إن ما يتعرض له الجيش من اعتداءات يزيده تماسكا وأصرارا على متابعة المسيرة ومجابهة المتربصين شرا بالوطن، مشددا على أن تثبيت الأمن والاستقرار تبقى من أولويات الحكومة. تيار المستقبل قال إن الجيش اللبناني يدفع الثمن في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي لا دين ولا طائفة ولا مذهب له، وكذلك ثمن التورط في السياسات الخاطئة والإصرار على زج لبنان في الحرب السورية الدائرة. وإذ دان تيار المستقبل العملية الإرهابية ضد الجيش، دعا إلى مساعدته على ضبط الحدود ومكافحة كل أشكال التسلل المسلح وإنهاء مهزلة مشاركة حزب الله في الحرب السورية والتوقف عن إعطاء الذريعة لأي جهة كائنة من كانت، بجعل المناطق اللبنانية ساحة مستباحة للإرهاب وقوى التطرف، رافضا تحويل الجيش إلى قاعدة لامتصاص أخطاء الآخرين وتورطهم في حروب مرفوضة. قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إننا في لبنان بحاجة إلى قول الحقيقة والخروج من دائرة الكذب والتكاذب. وأضاف خلال رعايته احتفالية إطلاق مؤلفات كمال يوسف الحاج الكاملة في جامعة سيدة الويزي: لقد أصدرنا المذكرة الوطنية لكي نذكر بالحقيقة اللبنانية التي تقودنا وحدها إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري الذي بدأ على أن يكون رئيسا قديرا وفاعلا في الداخل اللبناني وفي الأسرتين العربية والدولية، لافتا إلى أن هذه الحقيقة التي نذكر بها وبكل مضامينها الوطنية والتاريخية هي وحدها تسير اللبنانيين جميعا وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الجديد نحو الاحتفالية بعد 6 سنوات باليوبيل المئوي الأول لإعلان لبنان الكبير المستقل في أيلول من العام 1920. أكد السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري حرص المملكة العربية السعودية على إجراء الاستحقاق الرئاسي، معلقا أمالا على قدرة السياسيين على بلوغ هذا الاستحقاق. وأضاف العسيري في حديث لصوت لبنان إن السعودية لن تتدخل في شأن لبناني داخلي، مؤكدا أن الإرهاب عدو مشترك لا دين له، داعيا إلى توعية الشباب على كل المستويات لمواجهته. وقال إن المملكة بما لديها من خبرة في هذا المجال لن تبخل في تقديم أي عون يحتاجه لبنان. وأضاف العسيري إن الخليجيين يحبون لبنان، وعندما يجدون أن مسار الأوضاع قد تتجه نحو الاستقرار فلن يترددوا بالعودة إليه، رابطا عودته هو شخصيا إلى بيروت بمسار التطورات الأمنية فيها. في النشرة بعد الفاصل: إقبال كثيف على التصويت في تركيا وعين أردوغان ومعارضيه على إسطنبول. أهلا بكم من جديد. أعلنت الغرفة المشتركة لأهل الشام أن 30 عنصرا على الأقل من حزب الله سقطوا في تلغيم مبان عدة في منطقة الشيخ نجار في حلب، فيما استمرت المواجهات على جبهات اللاذقية وسط قصف مدفعي وجوي طاول ريف حلب وحمص وريف دمشق، مما أدى لمقتل أكثر من 10 مدنيين. الاشتباكات بين الثوار وكتائب الأسد في ريف اللاذقية تواصلت اليوم وامتدت إلى جبل بدروسي ومناطق أخرى، ودك الثوار معاقل الشبيحة في منطقة دعتور. المواجهات تزامنت مع قصف عشوائي طاول المناطق المحررة وجبل التركمان وبلدتي سلمة وغمام. الطيران الحربي وصل غاراته بالبراميل المتفجرة على ريف دمشق وتحديدا على رنكوس في جبال القلمون، وتجدد القصف المدفعي على الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق. انخلوا النعيمي وطفص ونوى وعدوان وأحياء طريق السد والشيخ مسكين في درعا وريفها تعرضت لاستهداف عشوائي، فيما تصدى الثوار للطيران الأسدي. إلى حمص وريفها دكت عصابات الأسد أحياء الرستم وتلبيس والوعر والحولة، وسجلت مواجهات على أكثر من جبهة.
أحياء دير الزور شهدت قصفا من قبل الشبيحة، وتواصلت المواجهات في محيط المطار العسكري وفي أحياء العمال والرصافة والحويقة. إلى حلب، أعلنت الغرفة المشتركة لأهل الشام أن 30 عنصرا على الأقل من حزب الله قتلوا في تلغيم مبان عدة في منطقة الشيخ نجار. الله أكبر الله أكبر. وتأتي هذه العملية في محاولات من الثوار لاستعادة السيطرة بشكل كامل على القرية الاستراتيجية الواقعة على طريق إمداد النظام الواصل إلى حلب، حيث تدك يوميا بعشرات البراميل المتفجرة. مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يتهم النظام السوري بقطع المساعدات الإنسانية عن ملايين السوريين، وموسكو تعتبر القرار متحيزا. إجماع أممي على مسؤولية النظام السوري في منع وصول المساعدات إلى أكثر من 3 ملايين سوري، الأمر الذي اعتبرته الخارجية الروسية قرارا متحيزا، يعارض التقرير الذي أصدرته اللجنة المستقلة للتحقيق مؤخرا. النظام ممثلا بمندوبه الدائم في مجلس الأمم المتحدة بشار الجعفري نفى كعادته كل التهم الموجهة إليه، منتقدا عدم توضيح إنجازاته المتمثلة في توزيع آلاف عبوات الطعام في مختلف أنحاء سوريا بخاصة المناطق المضطربة، وكذلك في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق. وكانت مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري آموس حثت دمشق على إنهاء القيود التي لا داعي لها على الوصول إلى المناطق التي تشتد فيها حاجة السوريين إلى المعونات بعد 3 سنوات من الحرب. وفي هذا الإطار اتهم مندوبا بريطانيا والولايات المتحدة حكومة النظام السوري في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، إذ أن ذلك كثيرا ما يكون تعسفيا وغير مبرر. تنظم إدارة المجالس المحلية في حلب وريفها ورشات عمل لتطوير العمل التطوعي بما يسهل إدارة الشؤون الحياتية في المناطق المحررة. بهدف تحسين دور فرق العمل المحلية، يعقد مكتب الموارد البشرية في حلب وبإشراف إدارة المجالس المحلية في المحافظة ورشات عمل تهدف إلى تطوير أداء الأفراد في الفرق لتطوير العمل المجتمعي في مختلف أنحاء حلب وريفها، انطلاقا من الإيمان بأن المواطن السوري هو أساس التغيير. المواطن السوري اليوم هو البوصلة التي يجب على جميع المؤسسات العاملة في الشأن المدني من منظمات حكومية أو شبه حكومية أو منظمات مجتمع مدني أن تفكر في احتياجات هذا المواطن وكيف تؤدي يعني هذه الاحتياجات بأفضل صورة ممكنة. ونحن في قسم الموارد البشرية وبناء القدرات نهتم بتطوير قدرات وإمكانات القائمين على خدمة المواطن السوري. وبأبسط الإمكانيات تنطلق الدورات التدريبية لتوعية وتنمية مهارات الشباب السوري، وتبدو خدمة المجتمع أهمها، فيما تتطرق ورشات أخرى للتعريف بمفهوم العمل الجماعي وتقسيم الأدوار وتفعيل العنصر الشبابي في المجتمع بغرض الارتقاء بالحياة الاجتماعية والتنموية. قمنا بتشكيل فريق عمل تحت مسمى مجلس المحلي، توزعنا الأدوار حسب الكفاءات والإمكانيات، ووضعنا رؤية وهدف للمجلس بحيث أنه نقدر نقدم نحن خدمات للمنطقة حسب احتياجات المنطقة، وحطينا سلم أولويات للمشاريع اللي بتحتاجها المنطقة. هذا بيكون حطام ضد المجلس، نحن عم نشكل مرات المجلس، يعني عم تطلع المجلس و50 مرات المجلس وسعيا منهم لتنمية دور المجالس المحلية، يبدأ مكتب الموارد البشرية هذه الورشات بحلقات صغيرة، يطمح بعدها أن تتسع دائرة المشاركين لضم أكبر عدد من الشباب السوري الذي سيعمل على إعادة إعمار مجتمع سوريا ببنية أفضل مما آل إليه الحال في ظل النظام. يحيي الفلسطينيون اليوم ذكرى يوم الأرض الذي شهد انتفاضة فلسطينية في وجه الاحتلال رفضا لسياسته التهويدية لأراضي المثلث والجليل، بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة اتخذتها قوات الاحتلال للمناسبة. الأرض لكم قدسوا الحرية. كعادتهم في كل عام يحيي الفلسطينيون اليوم ذكرى يوم الأرض الذي شهد انتفاضة فلسطينية في وجه الاحتلال رفضا لسياسته التهويدية لأراضي المثلث والجليل. المدن والبلدات العربية تؤكد مرة جديدة على ثوابتها وتمسكها بالأرض من خلال المسيرات في مدن الضفة وقطاع غزة وأراضي 48، إضافة إلى العشرات من عواصم دول العالم. وتتوج هذه النشاطات بمظاهرة مركزية من عرابة البطوف. شعب فلسطين ما بيركع للدبابة والمدفع.
لجنة التوجيه العليا لعرب النقب قررت أن يتم تنظيم فعاليات يوم الأرض في قرية سواوين غير المعترف بها مع التأكيد على الإضراب العام والشامل. وأكدت اللجنة أن يشمل الإضراب كافة المؤسسات الرسمية والتربوية والمحال التجارية، وأهابت بالمواطنين في النقب بالعمل على إنجاح الإضراب والالتزام به. وهددت وزارة المعارف الإسرائيلية في رسالة صريحة إلى مدراء المدارس العربية من مغبة قيام المعلمين العرب بتنفيذ قرار الإضراب العام في المؤسسات والمدارس في يوم الأرض. وبهذه المناسبة شدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يثني شعب فلسطين من مواصلة كفاحه دفاعا عن كرامته ومقدساته، وسيبقى وفيا لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى ومعاناة الأسرى. وقبيل أحياء الذكرى أعلن الجيش الإسرائيلي قرية الأغوار الوسطى منطقة عسكرية مغلقة، وطرد الطواقم الصحافية من المكان وعزز وجودها تمهيدا لإجلاء الشبان الفلسطينيين والمتضامنين لأجانب من القرية. وتعود أحداث يوم الأرض إلى العام 1976 بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي العربية تحت غطاء مرسوم صدر رسميا في منتصف السبعينيات أطلق عليه اسم مشروع تطوير الجليل، والذي كان في جوهره الأساسي هو تهويد الجليل. في المقابل وفيما اتخذت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة للمناسبة، عمد متطرفون يهود إلى اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس من جهة باب المغاربي، وعلى شكل مجموعات تلقوا في خلالها شروحات حول الهيكل المزعوم. يدلي الناخبون الأتراك اليوم بأصواتهم في الانتخابات البلدية والتي تعد اختبارا لشعبية حزب العدالة والتنمية ولرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان بعد اتهامات لحكومته بالفساد. من جهته بدا مستشار رئيس الحكومة التركي طه كنش متيقنا من فوز حزب الحرية والعدالة في هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الشعب التركي واع ويعرف لأكثر من 12 سنة ما حققه أردوغان من نمو وتنمية في البلاد. يواصل الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية في البلاد التي يعتبرها البعض أهم اختبار لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزبه. يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية أكثر من 52 مليون ناخب موزعين على 195 لجنة انتخابية في جميع أنحاء البلاد، ويتنافس مرشحون ينتمون إلى 26 حزبا. الساعة الأولى من التصويت في هذه الانتخابات شهدت إقبالا مرتفعا وتكدسا للناخبين أمام مراكز الاقتراع، خصوصا في مدينتي أنقرة وأزمير، مع دعوات من كافة الأحزاب للأتراك بالنزول للتصويت بكثافة. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة حريات التركية أن اشتباكات بالأسلحة البيضاء اندلعت بين أنصار مرشحين في عدد من المناطق في الجنوب التركي، ما أدى إلى جرح 9 أشخاص. الانتخابات البلدية اليوم تعد اختبارا لشعبية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يواجه فضائح فساد مالي طالت كبار رجالات الحزب والحكومة وأسرة أردوغان شخصيا، فيما يحاول حزب الشعب العلماني استغلال فضيحة الفساد التي تورط فيها عدد من أبناء الوزراء في حكومة أردوغان لتحقيق مكاسب سياسية، واصفا أردوغان بأنه ديكتاتور فاسد مستعد للتشبث بالسلطة بأي وسيلة. مراقبون توقعوا أن يبقى حزب أردوغان الذي فاز في كل الانتخابات منذ العام 2002 الحزب السياسي الأول في البلاد، لكن بأقل من 50% التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية في العام 2011. وتتراوح توقعات فوز الحزب الحاكم بين 40 و 45% من الأصوات، علما بأنه نال في الانتخابات البلدية السابقة نحو 38%، وأي تصويت بأقل من 36%، وهو أمر يعد غير مرجح، سيكون صفعة قوية لأردوغان وسيثير صراعا على السلطة في حزب العدالة والتنمية. المنافسة الأبرز تدور روحها اليوم في أنقرة واسطنبول، حيث يصوت 20% من الناخبين، إذ أن سقوط أي من المدينتين في يد المعارضة سيشكل صدمة لأردوغان وحزبه. يبقى الأهم من كل التصاريح والمواقف التي أطلقت قبيل بدء العملية الانتخابية من أردوغان ومعارضيه النتائج التي ستسفر عنها عملية التصويت الجارية. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. شارع منو من دون سيارات. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها
الجيش يشدد إجراءاته في عرسال غداة العملية الانتحارية ضده، وطرابلس تنتظر تطبيق الخطة الأمنية. سليمان يقول لا خطوط حمر أمام الجيش، ويأسف لقرار البعض بمقاطعة طاولة الحوار. عمليات نوعية للجيش الحر في حلب توقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف كتائب الأسد. أكد النائب نضال طعمي الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني سائلا: أليست السياسات الظالمة التي تكم أفواه الناس والاستئثار بالسلطة من أهم مولدات التطرف والإرهاب؟ كلام طعمي ورد في حفل تنظيم مسابقتين عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عكار. نظمت منسقية دريب في تيار المستقبل دائرة البيرة وجوارها مسابقة الشهيد رفيق الحريري الثقافية السنوية الأولى تحت عنوان رجل العلم والبناء بمشاركة عدد من مدارس المنطقة، وقد كان الموضوع الأمني في صلب الكلمات التي ألقيت. ونقولها بصراحة، من يريد أن يلوي ذراع الجيش لا يريد خيرا لهذا الوطن، فالجيش لكل اللبنانيين ومن كلهم. أليست السياسات الظالمة التي تكم أفواه الناس والتصدي للاحتجاجات السلمية بالرصاص والنار والإصرار على الاستئثار بالسلطة ومصادرة حقوق الناس من أهم مولدات التطرف والإرهاب؟ هذا التفجير هو ترجمة واضحة للوضع الأمني المترهل في ظل ظهور لمجموعات مسلحة مرفوضة جملة وتفصيلا تحت شعارات دينية هنا وهناك. كذلك كانت كلمة لرئيس دائرة البير أحمد عياش، ثم جرى توزيع الشهادات على التلاميذ بحضور لجنة حكم مؤلفة من أخصائيين وتربويين، علما بأن المسابقة تضمنت أسئلة حول حياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذكرى المولد النبوي الشريف وثقافة عامة. للمرة الخامسة أقامت جمعية أشرفية 2020 يوما للمشاة في شارع مونو، وتضمنت فعاليات كثيرة وسط دعوات للاستمتاع بأحد شوارع المنطقة سيرا على الأقدام. هو حلم تحاول الأشرفية للمرة الخامسة أن تحوله إلى حقيقة ليوم واحد علّه يتحقق بشكل نهائي كما تريده في العام 2020. فالمشروع يهدف إلى خلق طريقة عيش في الأشرفية تسمح بالتنزه فيها والوصول إليها بعيدا عن التلوث البيئي. واليوم عاش شارع مونو التجربة من خلال إقفاله أمام السيارات إفساحا في المجال لاكتشافه، وهو المعروف بمحلاته وحاناته ومؤسساته الثقافية لا سيما مسرح مونو، إضافة إلى أبنيته الأثرية. بنزلة المونو في بيوت قديمة، أنا كل يوم بمرق، بس اليوم لأن ما في سيارات الحقيقة لفت لي نظري جمال هالبيوت وجمال هالمنطقة. كثير حلو كرمال بتقدري تشوفك العمارة تبع الأشرفية، اللي إنه مش كل العالم تمرق من هون، مش كل العالم بتشوفه، فأنت وماشي أحلى من أنت وبالسيارة. إنه شارع مونو عن جد يعني كان انه عم بيموت تقريبا، فها مثل طريقه تنرجع نحيي هون كل شيء اقتصاديا ونشجع العالم ترجع تنزل على الطريق. تجربه حلوه انه هيك بخلوا العالم اكثر تتعرف على المنطقه ويكزروا فيها وبيشوفوا القصص انه احلى، ويخصوصا انه في محلات وهيك، فكمان بنتعرف على محلات هي بالعاده منها موجوده. فعاليات يوم المشاة في مونو كانت كثيرة، هدفت مرة للربح وأخرى لغايات إنسانية كالتبرع بالدم أو إقامة منتزه في عرية، وسط إجراءات أمنية تليق بالمكان في يومه المميز. اليوم مستند طبعاً هون مشان نشجع كل العالم اللي كانت رح تكون موجودة هون لتتبرع بالدم، ولنفرج انه هيدا اكت بياخد بس 20 دقيقة من وقتهم، وعن جد ب 20 دقيقة بيكون عم بيساعدوا حياة 3 اشخاص. نحن نعمل بارك بيبليك للناس ليجوا، ناس ما عندهم محل ليلعبوا يجوا ويتسلوا. بصير كأنك بكان تحسي حالك صرتي خارج لبنان اذا مش خارج الزمن، والكونتاكت مع ناس خصوصي بالأشرفية شيء رائع يعني، ولا عجقة ولا صريخ، رقي ما في مثله. الطريق في ناس كل أنواع الناس تمر بالطريق، فبيكون أحسن من غير محلات ما أنه مخصص لحدا، لكل الناس. وقلت بساعد بطريقة ما، فعملت ستاند عصر ليمون، وعم بيجوا الناس لعندي ليمونات من عندنا من الضيعة. أشرفية 2020 حلم يريد له أهالي المنطقة أن يتحقق، خصوصا في مدينة باتت أشبه بموقف ضخم للسيارات لا تسلم فيها حتى أرصفتها.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن فصيلة التفتيشات في سرية مطار رفيق الحريري الدولي تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية من الحبوب المخدرة كابتاجون تزن أكثر من 5 كيلوغرامات وقد ضبطت داخل حقيبة سفر ذات قعر مزدوج مع المسافر سين عين سوري الجنسية بهدف تهريبها إلى إحدى الدول العربية. وقد أحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات للتوسع في التحقيق. لمناسبة انتخاب مجلس أمناء جديد في جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية أقيم حفل استقبال في معهد التمريض حيث تقبل التهاني أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجمعية أمين الدعوق الذي شكر الهيئة الناخبة من أبناء بيروت على الثقة التي منحتها للمجلس في متابعة مسيرتها من أجل خدمة لبنان وتحقيق المزيد من التطوير والتحديث في مرافق الجمعية. في الأخبار الدولية بعد الفاصل، تأجيل محاكمة بديع والشاطر إلى الشهر المقبل. أهلا بكم من جديد. يبايع السعوديون اليوم وغدا ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز بقصر الحكم في الرياض، فيما يبايعه المواطنون خارج العاصمة السعودية في مناطقهم. وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن يوم الجمعة أن الملك عبد الله بن عبد العزيز وجه بأن يتلقى الأمير مقرن البيعة في قصر الحكم بالرياض يومي الأحد والاثنين بعد صلاة الظهر. وفي هذه الأثناء تواصلت التهاني من قبل أمراء المناطق السعودية للأمير مقرن على الثقة الملكية لاختياره وليا لولي العهد ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء. في مصر قتل 12 شخصا وأصيب 70 آخرون بجروح في انفجار مخزن للوقود في محافظة سوهاج جنوبي القاهرة. وقالت مصادر طبية أن عددا كبيرا من المصابين يعانون من حروق خطيرة جراء هذا الحادث. وفي شأن مصري آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة النظر في القضية المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع ونائب خيرة الشاطر و15 آخرون من قيادات الجماعة إلى 16 من نيسان المقبل. ويواجه المتهمون اتهامات بالتحريض على القتل والشروع بالقتل وحيازة أسلحة نارية والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم. استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنجاز أي صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح سجناء فلسطينيين من دون أن تحصل إسرائيل على شيء واضح في المقابل. وأشار نتنياهو إلى أن أي صفقة قد يتم التوصل إليها ستقدم إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. وطالب نتنياهو في جلسة لوزراء الليكود قبل اجتماع حكومته الأسبوعي، طالب وزراءه بتجنب إطلاق أي تصريحات بشأن الأزمة في المفاوضات مع الفلسطينيين. وحول حادث إطلاق النار في هضبة الجولان أكد نتنياهو أن إسرائيل سترد على أي محاولة للمساس بها، كما أنها تأخذ زمام المبادرة لإحباط مثل هذه الاعتداءات. يدلي الناخبون الفرنسيون اليوم بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية، وتركز الأنظار على لائحة طويلة من المدن الكبرى التي يسيرها الحزب الاشتراكي والمهددة بالانتقال إلى اليمين. وأبرز هذه المدن التي حصل فيها اليمين في الدورة الأولى من هذه الانتخابات على نتائج قد تمكنه من الفوز فيها ستراسبورغ وتولوز وسانت إتيان وكون. ويفترض أن تبقى باريس بيد اليسار رغم أن آن إيدالغو نائبة رئيس البلدية المنتهية ولايته بيرتران ديلانوي تقدمت عليها في الدورة الأولى منافستها اليمينية ناتالي موزيريه. ويتوقع أن يجري الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تعديلا حكوميا بعد الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات بشكل فوري. غادرت من أستراليا سفيرة حربية ملحق بها طائرة مخصصة للبحث عن الصندوق الأسود للانضمام إلى فريق البحث عن الطائرة المفقودة الماليزية، وذلك بعد يوم من رصد 3 أجسام في المحيط الهندي قبالة سواحل الأستراليا يعتقد أنها جزء من حطام الطائرة. وسيستغرق وصول السفيرة التابعة للبحرية الأسترالية من 3 إلى 4 أيام للوصول إلى منطقة البحث، وهي مساحة تعادل تقريبا مساحة بولندا. وقد ذكرت هيئة السلامة البحرية الأسترالية التي تشرف على عمليات البحث أنه تم تجهيز السفينة مع طائرة ملحقة للبحث عن الصندوق الأسود وجهاز يرسل إشارات صوتية مزودة من البحرية الأمريكية ومركبة تغوص تحت الماء
فضلا عن غيرها من معدات الكشف الصوتية. هذا وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي تعيين القائد السابق للقوات الأسترالية المسلحة مسؤولا عن تنسيق عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة. يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف في باريس بعد تأكيد موسكو أنها لا تنوي غزو أوكرانيا والحديث عن إمكانية إيجاد حل تفاوضي للأزمة مع الغربيين. وقال لافروف أن موسكو تطالب بأن تصبح أوكرانيا اتحادا فيدراليا وتتعهد بعدم الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي وأن تعيد النظام إلى مدنها بعد حوالي 6 أشهر من الاحتجاجات في الشوارع. وقد ظهرت مؤشرات إيجابية بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظير الأمريكي باراك أوباما ليقترح مناقشة مبادرة أمريكية لحل دبلوماسي لهذه الأزمة. في الرياضة بعد الفاصل، الأمريكية سيرينا ويليامز تتوج بلقب بطولة سوني للتنس. ونصل إلى الصفحة الرياضية مع محمود سمورة. تفضل محمود. شكرا ماهر. تعرضت أمال الصفا بالاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي لضربة قوية بعد إهدار نقطتين بالتعادل مع الإخاء الأهلي علي بهدف لهدف ضمن منافسات المرحلة 17 من الدوري اللبناني لكرة القدم. فعلى ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا قدم الإخاء بالدقيقة 25 عن طريق اللاعب دييغو دي أوليفيرا، ولم يتمكن بطل لبنان من إدراك التعادل إلا بالوقت المحتسب بدل عن ضائع من ركلة جزاء بنالتي سددها حمزة سلامي. الصفا أصبح رصيده 32 نقطة وهو بيتخلف بثلاث نقاط عن المتصدر النجمي. وبمباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها تعادل شباب الساحل مع ضيفه طرابلس 1-1. افتتح طرابلس التسجيل بالدقيقة 26 عبر اللاعب وليد فتوح وعادل الساحل بالدقيقة الأخيرة من اللقاء عبر اللاعب ريم. بإنجلترا خسارة غير متوقعة للمتصدر تشيلسي أمام مضيفه كريستال بالاس. هدف وحيد سجله مدافع البلوز جون تيري عن طريق الخطأ بمرماه كان كفيل بإلحاق الهزيمة الخامسة بتشيلسي هالموسم ليجمد رصيده عند 69 نقطة. وبحال فوز ليفربول أو حتى تعادله مع توتنهام اليوم رح يتمكن الريدز من خطف الصدارة، وبقي مانشستر سيتي بالمركز الثالث وأرسنال الرابع بعد انتهاء القمة اللي جمعتهم امبارح باستاد الإمارات بالتعادل الإيجابي. بإسبانيا تواصلت الإثارة بالجولة 31 من الليغا ونجح ثلاثي المقدمة بإضافة كل منهم ثلاث نقاط إلى رصيده. برشلونة تمكن من حسم ديربي كاتالونيا أمام مضيفه إسبانيول بالفوز بصعوبة بهدف وحيد جاء من ركلة جزاء لميسي. البارسا ما تمكن من إبقاء البقاء بالصدارة لوقت طويل بعد ما استعاد أتلتيكو مدريد فارق النقطة الواحدة بفوزه الصعب أيضا على أتلتيك بلباو 2-1. واستعاد ريال مدريد الثالث نغمة الانتصارات بفوز كاسح بخمس أهداف من دون مقابل على حساب ضيفه رايو فايكانو. عكر فريق هوفنهايم أفراح بايرن ميونخ بفوزه بلقب الدوري الألماني بعد تعادله معه 3-3 وأنهى بالتالي مسلسل انتصارات الفريق البافاري المتتالية اللي وصلت إلى 19 فوز. هوفنهايم افتتح التسجيل بالدقيقة 23 عن طريق أنتوني مودست، لكن فريق البايرن رد بخلال 9 دقائق بثلاث أهداف متتالية عبر كلاوديو بيتسارو اللي أحرز هدفين وشيردان شاكيري، قبل ما يعود هوفنهايم ويقلص الفارق عن طريق سجاد صلاحوفيتش بالدقيقة 44. ومن بعدها بيتمكن روبرتو فيرمينو من إدراك التعادل بإحراز الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 75، ومع ذلك نجح البايرن بالحفاظ على سجله النظيف من الهزائم ب 53 مباراة. في المقابل انتزع فريق بروسيا دورتموند المركز الثاني من فريق شالكي بعد مباراة مثيرة أمام شتوتغارت، تمكن فيها النجم ماركو ريوس من تسجيل 3 أهداف هاتريك وتحويل تخلف فريقه بهدفين دون رد إلى الفوز بنتيجة 3-2. أنهى فريق فيلادلفيا 76رز مسلسل هزائمه اللي استمر ل 26 مباراة متتالية بدور الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكي عندما تغلب على ضيفه ديترويت بيستونز 123-98.
فيلادلفيا بدأ مصمم منذ البداية على تجنب هزيمة جديدة ونجح بفرض سيطرته على أرض الملعب طوال فترة المباراة، علما أنه فقد أي أمل بالتأهل لمنافسات الأدوار النهائية أو البلاي أوف، وكذلك الحال بالنسبة لفريق ديترويت اللي أصبحت حظوظه شبه مستحيلة أيضا. أحرزت الأمريكية سيرينا ويليامز لقب بطولة سونيا المفتوحة لتنس السيدات بعد فوزها بالمباراة النهائية اللي جرت بمدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية على الصينية لينا. سيرينا البالغة من العمر 32 سنة تمكنت من حسم اللقاء بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-5 و6-1، وهالمرة هي السابعة اللي تتوج فيها سيرينا بلقب بطولة سونيا المفتوحة في ميامي. هذا كان كل شيء بالرياضة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الجيش يشدد إجراءاته في عرسال غداة العملية الانتحارية ضده، وطرابلس تنتظر تطبيق الخطة الأمنية. سليمان يقول لا خطوط حمر أمام الجيش، ويأسف لقرار البعض بمقاطعة طاولة الحوار. يا شباب عم يتسللوا، الله أكبر الله أكبر. عمليات نوعية للجيش الحر في حلب توقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف كتائب الأسد. وكان في الرياضة، الصفاء يهدر نقطتين في صراعه للاحتفاظ بلقب بطولة لبنان في كرة القدم. ختام نشرتي من الميدان لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.